خلينا نروح لكابتننا الكبير، كابتن نادي الزمالك السابق كابتن محمد صلاح. كابتن محمد تحياتي ليك. كابتن فاروز ازي حضرتك، ازيك يا عامل ابو ايه؟ الكباتن، اخبارك ايه؟ كله تمام؟ الله يخليك يا حبيبي، خير الله والله يخليك الحمد كابتن. لله. طيب اخد رايك في الماتش، والحقيقه يعني انا شايف ان النهارده وانا بتكلم بقول الامل ما زال موجود ما دام روح اللعيبه بالشكل كده كابتن صلاح، فبالتالي معاك يا هتتفق روقه، معايا؟ معاك والله. اتفضل. وانا قلت الكلام ده بعد السولار، ان انت هتلعب بالروح مش هتلعب لا بتكتيك ولا ناحيه فنيه. اللهم الا بعض المهارات اللي عند اللعيبه اللي لو حد استغلها استغلال خاص يعني او فردي، والروح اللي زي حضرتك شفتها النهارده دي، ودي بدايه الشوط الثاني بتاع سولار. شوط من امتع ما يمكن. صحيح. بس انا نفسي اساله، انت قلت محمود علاء هيلعب لوحده او تدريبات لوحده، وحسام عبد المجيد مش فايق، الاثنين يلعبوا وانت بتلعب ثلاثه وهم بطاق، وربنا سلم الشوط الاولاني وبعدين غيرت، مع كل زي ما حضرتك بتقول كده مش كل مره تسلم الجره. صحيح. انا بقول لك اتاخر في تغيير شيكابالا، لازم ينزل بدري شويه، انك انت مغلوب واحد الشوط الاولاني عايز تعوض، وبتلعب 10، سيبك من يقول لك مش هيدافع، ما هو كده كده مش هيدافع، 10 هيدافع مش 11 مش هيدافع. انا بكلمك على الطاقه الايجابيه اللي عملوها مش عايزين نقول الكبار، الخبره عملت طفره والله العظيم كابتن فاروق، وبين الشوطين واحنا 10 انا بقول الزمالك هيكسب، مش عجرفه،